عشان ترفع صح ويستقبل منك الملف صح لازم تمشي بالطريقه دي. ايه الطريقه ديت؟ كله ركز معايا عشان ما تغلطش. شايفين الهيدر دي؟ الهيدر في اللي فوق ده انا عاوز نفس الترتيب ده: student id external first name الاسم الاولاني، اسم العائله، اسم الماده، الاكسس كود، الايديت. الله، ركز معايا، اقول له كنترول سي، كنترول ايه سي، واروح للملف الاكس اللي انا لسه منزله دلوقتي. اقف اضيف طالب، اقف اضيف طالب، اسمه اضيف صف. اضيف صف ازاي؟ واقف هنا كليك يمين كده واقول له ايه ادراج، فهو كده بيضيف لي ايه صف فوق كده. باجي على اول خانه كده واقول له كنترول في. الله، كده ضاف لي ايه؟ ضاف لي، ركز بقى معايا بقى، ضاف لي نفس الهيدر اللي موجود في الزيب جريد. طب فايدته ايه يا دكتور سامي عشان يبقى شغل؟ طيب كلمه، خلي بالك بقى معايا انت، الحاجات ده هي الحاجات اللي هي البيانات بتاعتك ديت، البيانات بتاعتك ديت ممكن تفتح ملف اكسل تاني يعني ممكن تفتح عشان شغلك يبقى مظبوط، يعني ممكن تفتح ملف اكسل تاني وتنسخ فيه على طول. يعني ممكن افتح ملف اكسل كروت عشان يبقى الامور اسهل بالنسبه لي وما يحصلش لخبطه والكلام ده، ممكن افتح ملف اكسل كروت واحط الهيدر ده الاول كده تمام، واجي على الملف الاولاني، الملف الاولاني اللي انا لسه جايبه من على ملف كده. عاوز اول حاجه ايه؟ عاوز الرقم الجامعي. عاوز اول حاجه يا دكتور سامي الرقم الجامعي. حاضر، اقوم انا رايح كروت جايب الرقم الجامعي ناسخهم كده كنترول سي، واقوم رايح نوت اقول له يلا حط لي الرقم الجامعي اهو. بس طبعا انت الخبر ده عشان ايه؟ شوف الرقم الجامعي بس، شكرا. طيب هنا الرقم اللي هو الخارجي، وانا قلت لك ممكن تحط كلمه واحد اثنين بس، واحد واثنين، ودي بقى شغل اكسل، ده شغل اكسل، تعمل واحد واثنين كده وتشد هتلاقيه هو ايه يكتب لك الباقي عادي. طب اقول لك دولت 10 طلاب، دولت 10 طلاب ماشي. بعد كده فيرست نيم، خلاص عادي، عينيا الاثنين ادي الفيرست نيم اهم من اول تركي لحد صالح، كنترول سي، واجي هنا اقول له كنترول في بس، شكرا تمام. اللاست نيم عشان يبقى شغلك مظبوط اللي هو اسم العائله، حاضر اهو من اول الحربي لحد الهيداني. يلا طيب الفصل، اسم الفصل ايه؟ اسمها اساسيات التحريك، اكتبها انا اهو اساسيات عربي كده اهو اساسيات. وعلى فكره اهو التحريك تنسخها ازاي؟ تقف على المربع اللي جنبها الصغير ده وتشد بس كده بس، خلاص شكرا، كررها بس، ما عدتش تعمل اكتر من كده، ما عدتش تعمل اكتر من كده كده انت هيأت. لو انت عندك 1000 طالب ممكن تعملهم بالطريقه دي. امال الباقي دوت لا، ده الباقي ده البرنامج الزيبي جريد هو اللي هيضيف الكلام ده، هو اللي هيضيف الاكسس كود، وهو اللي هيضيف الايديت، وهو اللي هيضيف البيبر والكلام ده كله تمام. بعد ما عملت كده خزن بقى، اعمل سيف كنترول اس يعني احطه في على سطح المكتب مثلا اهو، استعراض احطه على سطح المكتب اهوت. وخلي بالك بقى معايا، اسميه مثلا اسميه اساسيات التحريك. تمام، موجود فين؟ على سطح المكتب. كويس تمام. خلي بالك هو بيقول لك ايه، خلي بالك فيها ملاحظه، قال لك والله خليه ملف امتداده سي اس في، يعني المفروض ان انت تختار من هنا الامتداد سي اس في. في عندك كده امتدادات اهيت، اكس ورك بوك واكسل 2003 ومش عارف ايه، اكسل تمبلتس وكذا، وهنا لا انا بقول لك بقى بخبرتي، بخبرتي اللي انا استخدمتها على زيبي جريد،
لا خزنه بالاكسل ورك بوك عادي، تمام؟ خزنه كده الاول او اكسل ورك بوك عادي خالص، ما تعملش لا اس في ولا اي حاجه، تمام؟ واضغط حفظ. بس هو دكتور سامي ده هو مشترط عليك هنا، مشترط عليك ان انت لازم تربحه ترفعه سي اس في. انا ما باجي اعمله خزينه سي اس في عن طريق الاكسل بيحصل لي مشكله، مش عارف ايه المشكله بتيجي منين، وجربته بدل مره اتنين طيب يعني في خطوه بعد كده. الخطوه اللي بعد كده بسيطه خالص، بعد ما انت خزنته كده وحطيته على سطح المكتب، بتروح على الجوجل اهوت، على الجوجل، واخزنه بامتداد سي اس دي. اروح على جوجل. طيب اخزنه ازاي على الموقع يا دكتور سامي؟ في موقع اسمه محول الملفات، او بنسميه كونفيرتو، محول الملفات، او اسمه كونفيرتو اهو. ابعت لكم الموقع اهو، الموقع ده خلوه عندكم يا جماعه، حلو قوي بصراحه، حلو قوي الموقع ده، انا بحبه قوي واستخدمه كتير. بيحول لك اي ملف باي صيغه باي شكل، بيحوله زي ما انت عاوز. اهو بعته لك اهو الموقع اهو، اللي هو كونفيرتو ده، بعته لك اهو. الموقع ده جميل جدا. طب ايه فايدته يا دكتور سامي؟ انا مثلا عندي ملف اهو، ملف الاكسل اللي انا لسه عامله دلوقتي حالا، اسمه اساسيات التحريك، اللي هو موجود على سطح المكتب دلوقتي حالا اهوت. شوفوا اساسيات التحريك اهو. لو بقول له بقى لو سمحت ده امتداده اكسل، امتداده دلوقتي حاليا اكسل، لا انا عاوز امتداده سي اس في. فباجي اضغط هنا، شو بقى بعمل ازاي؟ بيطلع لك جميع الامتدادات اللي انت عاوزها. اضغط على كلمه مستند وقول له انا عاوزه سي اس في. هنا جميع الامتدادات موجوده، عاوزه سي اس في زي ما زيبي جريد عاوز، تمام؟ دي اصعب حته يا جماعه موجوده في زيبي جريد، الباقي كله سهل بقى. بعد كده اقول له تحويل، شكرا خلاص، هيحوله ل سي اس في. ممتاز ممتاز اهو، خلاص حوله، نزله بقى، نزله بس خلاص كده، الملف جاهز ان هو يترفع. لو 100 طالب 1000 طالب اترفعوا مره واحده. طب تعالى يلا دكتور سامي ارفعهم لنا كده. حاضر، واضحه الخطوه اللي فاتت دي يا جماعه؟ واضحه الخطوه اللي فاتت ديت؟ لو واضحه اضغط واحد، المحاضره مسجله وما تقلقش خالص، لو واضح اضغط واحد. ممتاز ممتاز دكتور محمود، بتقول بالواضح. ممتاز دكتور ابو صباح، ممتاز، بارك الله فيكم. طيب بروح بقى للزيبي جريد كده، لو انا عاوز ارفع ال10 طلاب دولت مره واحده، بضغط على الاختيار الثاني بقى هنا. لو انا بضيف طالب طالب هنا بقى، لو بضيف 1000 طالب 100 طالب براحتي اهو، بضغط على دي كده. طب قول لي لو سمحت، خلي بالك بقى، شوف قبل ما ارفع الطلبه ديت اهو، اللي خلاني ان انا حطيت الهيدر بقى اللي هو اللي كان موجود ده، بقول لك دايما لما تيجي ترفع لازم يكون عندك فيرست نيم، لازم يكون عندك لاست نيم، لازم يكون عندك اي دي، لازم يكون عندك. فانا عشان امشي صح وما توش، فانا مشيت قمت رايح ايه ناسخ الهيدر ده وحطه في الايه في الاكس. فانا اختار الملف اهوت، مختار الملف اللي هو اساسيات التحريك، وده بقى طبعا انا نزلته من على النت دلوقتي حالا، اسمه اساسيات التحريك اهوت، تمام؟ وحط هنا علامه الصح واضغط ابلود. يلا ارفعه، يلا ارفع ال10 الطلبه دول، يلا اهم، الله اهم ال10 طلاب اهم، تركي ووليد واسامه، هم اللي هم دول تركي اهو، اللي هم دول تركي وسامي وكامل. ممتاز. طيب هل كده اترفعوا؟ لسه في خطوه كده، بس خطوه صغيره كده. انت لاحظت ايه؟ ان الرقم الجامعي جه تحت الرقم الجامعي، الرقم المرجعي زي ما انا عملت، اسم الاولاني، اسم الاخراني، اسم الماده جاي مظبوط. امال دوت ما تمالوش ليه يا دكتور سامي؟ لسه خطوه واحده صغيره. ايه الخطوه دي؟ بيقول لك ايه، عاوز اتاكد منك عشان ان انت فعلا حاطط كل مظبوطه ولا لا؟ يعني في فريست نيم حاططها تحت فريست نيم فعلا، ولاست نيم فعلا حاططها تحت لاست نيم فعلا، تمام؟ والاي دي حاططها في الاي دي فعلا اهو، يعني انا ما غيرتش. طيب والاكسترنال ريفرنس، تمام؟
نفسها برضو الاكسترنال ريفرنس، ما غيرتش ده، حطيتهم كلهم تحت بعضه. تمام. بعد كده خلي بالك بقى معايا في الاختيار ده، هنا بيقول لك لو انت عندك خيارين، بيقول لك لو انت حبيت تضيف فصل من اللي مش احنا كان ضايفين فصلين اساسيات، فبقول لك لو انت عاوز، احنا هنا انا حطيتهم يدويا، ممكن هنا اختار الاختيار الثاني كده فيظهر لك ايه اساسيات التحريك واساسيات الجرافيك، فانا ممكن لو حبيت اضيف الماده هنا وما احبش اكتبها يعني اقدر اضيفها من هنا عادي، مفيش اي مشكله. ايه الجمال ده؟ يعني ممكن ما اكتبهاش في الاكسل وعلى طول تظهر لك. خلاص؟ كل حاجه كده مظبوطه، دي تحتها ودي تحتها وكل حاجه مظبوطه كده، تمام التمام؟ قول له نيكست. يلا. وبعدين قول له، فبقول لك توتال الستودنتس 10 اللي انت هترفعهم 10، اقول له صح فعلا هم 10، اقول له اوكي يلا. بس خلاص ضفر. بس. تعال نشوفهم كده مع بعض بقى، نشوفهم مع بعض. ضاف الطلبة، نشوف كده اهو، ننزل مع بعض كده. فين اخر واحد؟ كان احمد سامي. احمد سامي طبعا هو بقى دخلهم كل مادة مكتوب اساسيات التحريك، اساسيات التحريك كل الجديد ده بقى، الباقي كان كله اساسيات جرافيكس اساسيات التحريك، اي حاجة اساسيات التحريك ده اتضافت دلوقتي. وحط له ايه بقى؟ الله، حط له الكود لكل طالب، كل طالب حط له الكود بتاعه. ممتاز، جميل يا دكتور سامي، جميل كده، كل الطلبه اتحطت وبقت عندي. تمام. لو انت بقى رجعت كده، رجعت للزيبي جريد كده، رجعت لقائمه الايه؟ الكلاسز. الكلاسز، الله، ايه ده؟ اساسيات التحريك ما كانت موجوده الوقت واحد بس اللي هو احمد سامي، بقوا 11. الله، جم ال 11 دولت منين؟ ما لسه ضيفهم دلوقتي. الله، جميله. يبقى انا كده نفسي من بدايه الترم ضفت المواد اللي انا هدرسها وضفت عليها الطلبه، وهتساعدني كتير قوي بقى، تريحني كتير في لو انا حبيت اعمل الكتروني، اعمل ورقي، اعمل ايه، هتريحني كتير قوي. واضح يا جماعه؟ واضح الكلاسز، واضح الستودنت، واضح. طبعا لو انت بقى حبيت تنزل القايمه دي كلها في ملف اكسل تضغط على دي، يعني حبيت تنزل قايمه الطلبه اللي عندك كلها اللي انت بتدرس لهم كلهم، ممتاز، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. لو انت حبيت تنزل القايمه كلها في ملف اكسل اهو، اكسبورت، احنا كده بنعمل امبورت دلوقتي، ممكن نعمل اكسبورت. لو انت حبيت تحذف طالب معين، تعلم عليه كده وتحذف طالب معين من القائمه من عندك، تقدر تحذف. جميل جميل جميل.